الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكون المؤمن العاصي من حزب الشيطان أم هو وصف للكفار والمنافقين؟ يكون فيه من يكون من حزب الشيطان فيما عصى الله فيه. فالإنسان إما أن يكون وليا خالصا لله أو يكون وليا خالصا للشيطان أو يكون فيه ولاية لله وولاية للشيطان، وهذا هو العاصي. العاصي فيه ولاية لله بإيمانه وفيه ولاية للشيطان بمعصيته. نعم.